طرق تعلم اللغات Language Learning Style. كم مرة تعرضت للجدل مع والديك حول دراستك أو حول وقت الدراسة الأنسب لك أو حتى حول الطريقة التي تتبعها في دراستك؟ هل يمكن للأهل أن يختاروا طريقة الدراسة والتعلم الأنسب لأبنائهم؟ دائماً ما يتجادل الأهل مع أبنائهم حول كل هذه الأمور، متناسين أن كل شخص لديه طرقاً وأوقاتاً مختلفة للتعلم، فنجاحك بطريقة دراسة معينة أو في وقت دراسة معين لا يعني حتماً أن الآخرين سينجحون مثلك. ثبت مع الوقت بأن لكل منا طريقته وأوقاته الخاصة للتعلم، بحيث يستطيع تحصيل أفضل النتائج، وهذا ما يؤدي إلى تفضيل البعض لطرق دراسة مختلفة عن غيرهم. ومن هنا تكمن أهمية التعرف وبشكل سريع على نمط الدراسة الذي يجب علينا اتباعه حتى يكون جهدنا مثمرا. فعند معرفتنا للطرق الأنسب لنا، سنتمكن من استخدام وسائل أفضل، مما يؤدي إلى تحسين سرعة وجودة التعلم. فيما يلي سنتناول أهم طرق التعلم ولمحة عنها حسب ما صنفها العلم، مرفقة بتسمياتها باللغة الإنجليزية، وسيكون تعلم اللغات مثالاً لكل طريقة، كما وسأقوم باختيار موضوع أدوات المطبخ كمثال تطبيقي في شرح هذه الطرق. طرق التعلم السبعة: التعلم المرئي Visual Spatial. يفضل صاحب هذا النوع استخدام الصور والتعلم والفهم من خلال الرؤية، ولذلك ننصح هذا الشخص بأن يقوم باستعراض بعض الصور ومشاهدة أفلام قصيرة لتوسيع قاعدة المفردات لديه. مثلاً يقوم هذا الشخص بالبحث عن صور لأدوات المطبخ عن طريق الإنترنت أو غيره، وربط هذه الصور بالكلمات. التعلم السمعي Oral, Auditory, Musical. يفضل هذا الشخص استخدام الأصوات والموسيقى في التعلم، وغالباً ما نرى أن هذا النوع يقوم بالاستماع للأغاني، ويفضل أن يستمع للمعلومات الجديدة من أحد المدرسين أو الوسائل السمعية الأخرى. من الممكن أن يتعلم هذا الشخص عن طريق الاستماع إلى مدرسه أو أحد الدروس المسجلة التي تحتوي على أدوات المطبخ بطريقة مميزة، مما يجعل العلم أسهل لدى هذا النوع. التعلم اللغوي Verbal Linguistic. يفضل هذا النوع استخدام المفردات أثناء الكلام والكتابة، وهذا النوع يفضل الاستخدام العملي للمعلومات واستخدام اللغة والتواصل مباشرة بالكلام والكتابة. يمكن لهذا الشخص أن يقوم بتأليف جمل تحتوي على مفردات لأدوات المطبخ وكتابتها وترديدها. التعلم الحركي أو الجسماني Physical Kinesthetic. يفضل صاحب هذا النوع استخدام الجسد واليدين وحاسة اللمس للتعلم، ولذلك نرى بأن هذا النوع يقوم بتمثيل الحركة وتقليدها لاستيعاب المعلومة. أفضل طريقة هنا هي الذهاب إلى المطبخ ومقارنة الكلمات بالأدوات الحقيقية، أو يمكن لبعض المدرسين اصطحاب هذه الأدوات إلى الصف لتبسيط آلية التعلم، مما يعرف برياليا. التعلم المنطقي أو الرياضي Logical Mathematical. يفضل هذا الشخص استخدام المنطق ومناقشة الأسباب والأنظمة للتعلم، هذا النوع يقوم بتحليل أسباب كل قاعدة، ولذلك يكون لدى صاحب هذا النوع كمية كبيرة من المعلومات والقواعد، ولكن ليس بالضرورة أن يكون لديه مهارات التواصل اللازمة لهذه اللغة. هنا يحاول الشخص أن يجد سبباً منطقياً لطريقة لفظ الكلمات أو طريقة كتابتها، ولكن هذا قد يسبب صعوبة أكبر على اعتبار أن اللغة الإنجليزية لا تحتوي على قواعد واضحة لللفظ والإملاء. التعلم الاجتماعي Social Interpersonal.
يحصل هذا الشخص على نتائج أفضل من خلال التعلم ضمن مجموعات مع أناس آخرين، ولذلك يفضل هذا الشخص أن يقوم بإنشاء مجموعات من الأشخاص للدراسة سوياً. يمكن لهذا النوع من الأشخاص أن يجتمعوا ويناقشوا ويراجعوا المفردات المتعلقة بأدوات المطبخ لتسهيل حفظها وممارستها. التعلم الانعزالي Solitary Interpersonal يحصل هذا الشخص على نتائج أفضل من خلال الدراسة لوحده وعن طريق التعلم الذاتي، وغالباً ما نرى هذا الشخص وقد أغلق على نفسه الباب وبدأ بالدراسة. يمكن لهذا الشخص الجلوس وتصنيف المفردات المتعلقة بأدوات المطبخ ومراجعتها لوحده حتى يحفظها بشكل كامل. ونختم مقالنا بهذه الملاحظة: إن هذه التصنيفات لطرق التعلم لا تعني أن يلتزم الشخص بطريقة واحدة طيلة فترات حياته، لأننا يمكن أن نقوم بالتنويع حسب المزاج وحسب المادة المراد تعلمها، ولكن لكل شخص منا طريقة أساسية تطغى على باقي الطرق، ولذلك يتوجب علينا أن نجرب جميع الطرق حتى تتبين معنا الطريقة التي تعطينا أفضل النتائج. وقد أثبتت الأبحاث بأن كل طريقة للتعلم تستخدم أجزاء مختلفة من الدماغ، ويصبح تعلم وحفظ المعلومة أفضل من خلال استخدام أجزاء أكبر من الدماغ.